فقال الله تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. أي ومن يشكر لله فإن ثواب شكره هذا يعود عليه، وهو الذي ينتفع من وراء شكره لله عز وجل. ومن كفر بالله تعالى فإن الله غني حميد. وقال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله والمحتاجون إليه في كل شؤونكم، والمحتاجون إليه في دنياكم وأخراكم، والله هو الغني الحميد.